نارا فتحي تزعم تعرضها للصفع خلال زيارتها السابقة إلى بنغلاديش. تعود الحادثة إلى زيارة نارا إلى بنغلاديش في إطار تصوير فيلمها في سنة 2014. وفي مقابلة معها في برنامج كابيل شارما شو الهندي، كشفت نارا عن تفاصيل الحادثة المشينة التي تعرضت لها، حيث كانت تصور في موقع التصوير عندما تصرف أحد الممثلين بشكل سيء تجاهها. أكدت نارا أنه صفعها وردت عليه بصفعة أخرى، ثم قام بسحب شعرها، وتطورت الأمور إلى مشادات كلامية حادة قبل أن يتدخل المخرج ليوقف الأمر. أثار تصريح نارا فتحي اهتمام وسائل الإعلام والجمهور، حيث طالبوا بفتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادثة ومعرفة الممثل الذي اعتدى على نارا. وأنتم في رأيكم من هو هذا الممثل؟